وبينك يا دمشق أرواح. باب شرقي من 7 أبواب تحيط بالعاصمة السورية دمشق، حيث الأزقة والحياة بتفاصيلها وألوانها، من حارات كنيسة حنانيا إلى جامعها الأموي والقهوة في خان باشا أسعد عظم. أحب دمشق هوايا الأرقى، أحب جوارها. خان أسعد باشا العظم هو من أهم الخانات في دمشق، بني عام 1749 ميلادي، يعد ملتقى ثقافي واجتماعي في سوريا، ويمكن إقامة الحفلات والمعارض والمهرجانات الفضائية بالخان، ويمكن أنه يكون في جلسات ونشرب مثلا قهوة أو جلسات عائلية. ويعتبر أنه خان عصري قديم، بناؤه كان كتير أثري. أحب دمشق هوايا الأرقى، أحب جوار بلادي فارا من صبا. بعيدا عن الحصار والحرب، على مداخل سوق الحميدية هنا تدب الحياة بشكلها الطبيعي، حيث عراقة زواياه بين ركن بزورية ومعروضاته من التوابل والبهارات، وبوضة بكداش بصناعتها التقليدية. نحن حاليا بسوق الحميدية التي تعتبر من أشهر أسواق دمشق، طبعا تتميز بالمنتجات القطنية والصوفية والحريرية. سوق الحميدية اشتهر من حوالي 100 و120 عام، ما شاء الله قديم. تزوره جميع المستوفين والسواح الذين يجون من خارج الدولة والمواطنين السوريين أيضا. يشتهر بالبضائع الأثرية القديمة زائد المنتجات الوطنية القطنية. سوق الحمدية من أجمل الأسواق في سوريا، يمتد طوله من أول باب النصر، أول حمدية، لعند جامع الأموي آخرته. يشتهر بالصناعات الجلدية، القطنية، النسيجية واليدوية، وفي شغلات كثير حلوة، والسياح كلها بتجي لهون على سوق الحمدية. دمشق بفعالياتها المتنوعة وباقي تفاصيل المكان وطرقاتها وأسراب طيورها، وهي ترفرف على ساحات أبواب الشام القديمة وقلعة دمشق إلى باب السلام، تفصح عن تغلب الإنسان السوري على ظروف الحصار، حيث يعيش حياته الطبيعية رغم كل التحديات. هذه الأماكن شاهدة على عصور تاريخية قديمة، الأرامي والسلوقي والروماني والإسلامي، حيث توالت الأجيال من القرن 10 قبل الميلاد على مختلف الممالك والدول إلى يومنا هذا. إبراهيم بن سالم الهادي من العاصمة السورية دمشق.